السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض برنامج كده كان منه عرض تقديمي كرتوني لذيذ جدا. الموقع سهل ولذيذ، اسمه بوتون. زي ما نشوف مع بعض، انت ممكن العرض التقديمي ده تستخدمه في عروض تقديمية، تشرح حاجة، تشرح فكرة منتج، وهو سهل جدا ولذيذ، وهشوف فيه شوية حيل جميلة ان شاء الله. طيب، من قلب الموقع ممكن تقول له ستارت ناو، فيبدأ يجيب لك حاجات سهلة، زي ممكن تبدأ مثلا تعمل حاجة تكون جاهزة فيها، مثلا حاجات خاصة بالشغل، حاجات بتشرح حاجة، حاجات تعمل ماركتينج، وتقدر تشوف المشاريع اللي انت كنت شغال عليها، او تبدأ بحاجة جديدة خالص وتبدأ من الصفر تكون العرض التقديمي بتاعك. ممكن تعمل افلام كرتون وتشرح مثلا كتاب، تشرح فكرة، تشرح فيلم من خلال العرض بسيط. فهو بيقول لي عايز اني لوك عايز تبدأ بيه الشغل بتاعك، وليكن مثلا كرتوني مثلا بالشكل دوت. فهو فتح لي حاجة هي فاضية خالص، بس في بعض التمبليت اللي هيساعدني تقدر تختار منه، تقدر تدوس يجيب لك بعض الحاجات. فانت مثلا تقول له شكل زي دوت، ويقولك مثلا اكتب الاسم، فتعمل سيلكت مثلا وتكتب مثلا معاذ، هيبدأ يكتب لك الاسم. طب بعد ما تكتب الاسم انا عايز اضيف افكت عليه، فبدوس افكت واقول له مثلا اكتبها كخط ايد. تمام تمام. وعندك اختيارات بقى، تعمل الخط مثلا بالشكل دوت، تعمله بالشكل دوت، وهكذا، اي اشكال اللي انت عايزها. دي في الدخول ودي في الخروج، تأثير كده عشان النص يخرج. طيب، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ايديت وكرييت. لما تدوس هنا تقدر تشوف العرض التقديمي بتاعك اهوت، معاك متكتب بخط الايد اهوت. طيب، ممكن تقول له انا عايز شريحة جديدة. تمام، بيقول لك اختار حاجة جاهزة، او هقول له انا عايز لقطة جاهزة اهوت. خلينا ندي الايديت اهيت، هقول له انا عايز اديت شريحة جديدة. الشريحة ديت ممكن تختار حاجة جاهزة من هنا، ممكن تيجي هنا وتختار باك جراوند ليك مثلا، ممكن تختار لون، اقول لكم مثلا اللون ده اللون دوت، ممكن ترفع صورة، ممكن تصور، تفتح لك كاميرا وتصور، او تقول له ابلود فتختار صورة من عندك من على الجهاز. اي صورة اقول لكم مثلا ديت اهيت. تمام، تقدر تشوف الخصائص بتاعتها. طيب، ممكن تقول له انا عايز تكست مثلا، تقدر تضيف تكست اهوت، هتضيف التايتل بتاعك اهو، ممكن تخليها تلف شوية. تمام، تقدر تشوف الخصائص بتاعتها، اللون مثلا، ممكن تشوف الشفافية، المؤثرات بالشكل دوت. طيب، خلي بالك هنا في هنا شريط زمني بيقول لك انها تقعد مثلا كام ثانية ديت، اول ما تدوس عليها بيقول لك انها تقعد مثلا من كذا لكذا، ممكن تخليها بشكل دوت، يبقى تدخل في وقت معين وتختفي في وقت معين، ممكن تزود ثانية او تنقص ثانية زي ما انت عايز. طبعا في مؤثرات كتيرة لكل واحدة فيهم. هنا ممكن تضيف شخصية معينة اهوت، ممكن تضيف مثلا شخص زي دوت، تبدأ تسحبه وتحطه. طيب، الشخص ده انت عايزه يبقى عامل ازاي، فابتدي اشوف المؤثرات بتاعته. افكت تمام طيب، عايز ده هي بتدي له حركة معينة مثلا اهوت، ان هو سعيد، فبيبدأ يعمل كده ان هو سعيد، ان هو بيضحك. تمام اهو، خلينا نضيف له مؤثر اخر. تمام، شخص مثلا اهوت. طيب، الشخص ده مثلا ممكن تخليه يبص الناحية التانية، ممكن تديله حركة معينة. خليه يبص كده كأن هما الاتنين بيتكلم مع بعض، وخليه مثلا يبدأ يدخل، نغير ان هو مثلا يدخل من هنا مثلا اهوت. تقدر تقول له انا عايز بعض البروب هنا، ده حاجات فيه. تقدر تضيف مثلا كمبيوتر، تقدر تضيف سماعات مثلا، السماعات دي ممكن تحطها هنا كده،
ممكن تضيف اشكال هندسيه، ممكن تضيف صور زي ما انت عايز، ممكن تضيف فيديو. اما ترفع الحاجه او من تاخده من الفيسبوك او كده، ممكن تضيف ملف صوت. تبدأ تشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها، الحاجات الموسيقيه انت ممكن تسجل انت بصوتك، تعمل ابلود للحاجه، ممكن تسجل الو السلام عليكم، الو 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 الو، تقول ستوب ريكورد. وتدي له اسم مثلا عشان تعرف تحكم فيه. تمام. طيب ممكن تضيف حاجات سبيشال شويه، زي مثلا حاجه زي كده. طيب لما تيجي بقى تقول له انا عايز اشوف الحاجه تبقى عامله ازاي، تيجي تختار كده وتقول له شغل، تقول له ستوب ريكوردز. ده ما فيهوش اي مصدر خالص. ندخل على اللي بعده. تمام. الكلمة اللي بتتكتب ده عمال يضحك، وبعد كده شخص جه وسماه او شخص، فده ما شايف عرض تقديمي. ممكن تعمل قصة بيه، تقلد قصة بيه، ممكن تشرح منتج بتاعك وهكذا.